بلغ عدد مستخدمي الحافلات منذ انطلاق خدمة النقل الجماعي في الفترة من أغسطس 2015 وحتى سبتمبر الماضي بلغ 15.5 مليون راكب. وقالت المهندسة مريم جمعان وكيل وزارة المواصلات والاتصالات للنقل البري والبريد إن حجم أسطول الحافلات بلغ 141 حافلة، وأصبحت الشبكة الجديدة تغطي 28 خطاً. وأضافت أن معدل حركة الركاب اليومية بلغت خلال العام الجاري 34,500 راكب، مشيرة إلى أن إجمالي طول الشبكة التي تستخدمها الحافلات حاليا يبلغ 631 كيلومترا. وكشفت جمعان عن بدء توفير 30 جهازا لبيع وإعادة تعبئة بطاقات جو كارد للحافلات في عدد من الأماكن الرئيسية والمحلات التجارية خلال هذا العام، بعد أن كانت منحصرة في كل من محطات المنامة والمحرق ومدينة عيسى. وحول هذا الموضوع معنا على الهاتف سعادة المهندسة مريم جمعان وكيل وزارة المواصلات والاتصالات للنقل البري. مساء الخير سعادة المهندسة، وبداية أرقام كبيرة بالفعل، ولكن قد يعلق البعض على أن أغلب من يستخدم هذه المحطات حاليا أو المواصلات هم من الأجانب، هل هناك خطة للوزارة لزيادة إقبال المواطنين عليها حاليا؟ مسيبكم بالخير ومسي بالمشاهدين الكرام. نعم اختي، احنا طبعا الوزارة عندها خطط حق زيادة عدد الركاب، بس مثل ما تفضلتي في الفترة الأخيرة اللي هي السنة والنص وثلاثة أشهر تقريبا من بداية اكتمال التشغيل، زاد عدد الركاب من معدل يومي كان حوالي 16,000 إلى معدل يومي الآن بلغ 34,500 تقريبا راكب يوميا. احنا عندنا احصائيات على عدد الركاب، ودنا ان يزيدون هالاعداد، تكون دائما في ازدياد مستمر، وطبعا الوزارة عندها خطط اللي تشجع الناس على استخدامها. فكل ما من شأنه أنه هو يسهل ويسر رحلة الراكب، هي الوزارة قاعدة تشتغل على هذه الأمور. فمثلا مثل ما تفضلتي الجو كارد تونا من حوالي 3 أشهر طالقين استخدامها، من أكتوبر صار فيه حملات توعوية مكثفة حق تسهل حق الناس الحصول عليها واستخدامها بسهولة، وأنه يكون مثلا في المحطات الرئيسية ناس تراوي المستخدم كيفية استخدام هذه البطاقة، اللي هو الأمر إذا أنا صارت الرحلة بالنسبة لي سهلة فبتشجع على أن أنا أستخدم النقل الجماعي. نعم، ماذا عن توسعة شبكة المحطات الموجودة حاليا؟ تشمل مناطق أكثر، محطات أكثر مثلا؟ الخطة الوزارة طبعا عندها خطة حق أثناء التشغيل حق المشغل، وعندنا خطة حق البنى التحتية المصاحبة. المحطات الرئيسية في الشبكة بتصل مثل ما هي، عندنا 3 محطات رئيسية اللي هي في المنامة وفي المحرق وفي مدينة عيسى. أما بالنسبة حق المحطات توقف الحافلات على الشبكة بالكامل، طبعا الوزارة عندها خطة لأن الآن الشبكة تغطي 77% من المناطق المأهولة اللي فيها الطلب على استخدام هذه الخدمة. فالآن الحين حتى تاريخ اليوم احنا جددنا وعدنا بناء 217 محطة، وان شاء الله قبل نهاية العام يكون توصل هالعدد الى حوالي 300 محطة. وطبعا في المستقبل ان شاء الله بنقوم بزيادة عدد المحطات، وان شاء الله بتكون في بعض المحطات المكيفة في بعض المناطق الحيوية. نعم بإذن الله. سعادة المهندسة مريم جمعان وكيل وزارة المواصلات والاتصالات للنقل البري، شكرا جزيلا لك.